بعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غاني للبلاد، سارع آلاف الأفغان أفرادا وجماعات من كافة الأعمار إلى مطار حمد كرزاي الدولي بكابول للفرار من البلاد من دون أن يسأل أحدهم عن وجهتهم. أول المغادرين إلى المطار الذي تم نقل السفارة الأمريكية إليه هم 500 موظف تم السماح لهم بالسفر من أصل 4000 يعملون بالسفارة، الأمر الذي أثار الفوضى في المطار ما دفع القوات الأمريكية إلى إطلاق النار في الهواء لمنعهم من التوجه إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابول مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات. في السياق ذاته أعلن سلطة الطيران المدني تسليم المجال الجوي الأفغاني لإدارة عسكرية، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات التجارية بسبب الفوضى. في غضون ذلك قال قائد بحركة طالبان إن أوامر صدرت لعناصر الحركة بالسماح للمواطنين باستئناف أنشطتهم اليومية دون ترهيب، مضيفا إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم في البلاد، مطالبا مغادرة كل القوات الأجنبية قبل الشروع في إعادة هيكلة نظام الحكم. بينما قال المتحدث باسم طالبان إن الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي، معتبرا أن الحرب قد انتهت.